بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن نستمر في التفسير. كنا في الدرس الماضي تحدثنا في قصة مريم عليه السلام في سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب مريم، تحدثنا في واذكر في الكتاب مريم، تحدثنا في ممكن إيش ممكن يكون معنى اسم مريم، تحدثنا في هذا الجو. إذا انتبذت، تحدثنا في معنى الانتباذ. إذا انتبذت من أهلها، طب ليش من أهلها؟ مكانا شرقية، شو ممكن يكون احتمالات شرقي إذا بدنا نفهم؟ فاتخذت من دونهم حجابا، من دون أهلها حجاب، كنا متحدثين في معنى حجاب، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إذن من هون فأرسلنا إليها، وبعدين قلنا شو الاحتمال ليش تكون هي يعني اتخذت حجاب، ووافقنا على بعض اقتراحات المفسرين انه في احتمال انها كانت بدها تغتسل، واذا كانت بدها تغتسل من الحيضة زي اي امرأة، والغريب انه في قلة من المفسرين، قلة من المفسرين قال يعني انه مريم بتحج مطهرة، شو ليش هو الفطرة السوية للمرأة السوية، بتحيض ولا بتحضش؟ وين الإشكال؟ طب إذن هل من ضمن معاني يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك يعني من الحيض؟ تجدوا كلام، بس هذا كلام إله وزنه عند المفسرين؟ لا، ما لهش وزنه عند أهل التفسير. إذن هي ممكن تكون بدها تغتسل من الحيضة. وإذا بتذكروا كنا، بس الآن بدناش نركز، كنا مش قبل الولادة راحت؟ قبل الولادة. طيب كيف كل أنت بدها تغتسل من الحيض معناها بعد الولادة؟ الحيضة يا حج. يا حج. هو وغالبا بتكون معناته في بداية التبييض يا عماد، طالما انتهت الحيضة إذن في تبييض. بتصير البويضة بلشت تنضج المبيض. أيوة. هذا عند النساء مش إشي يعني حدي، ممكن بعد الحيضة ما تخلص بتكون البويضة طلعت أو تتأخر يومين. إذن بتكون المهم بداية التبييض والبيضة يعني جاهزة تنضج في المبيض وبتخرج. مش مضبوط، أيوة، بتختلف من امرأة لامرأة، إنما هذا هو البدايات بكون. وكنا اقترحنا، وهذا موجود في كتاب سياحة الفكر، إنه ممكن يكون معنى المسيح يعني الممسوح، فعيل بمعنى مفعول، كيف قتيل بمعنى مقتول، وجريح بمعنى مجروح، ومسيح بمعنى ممسوح. واقترحنا في حينه إنه ممكن يكون حتى يكون ابن مريم بدون ذكر، انه حصل مسح، ومبين بالضبط ايش المسح اللي ممكن يكون حصل في واحد من اكس اكس اللي في بويضة المرأة، وكيف انه ممكن يتحول لذكر. هذا كلام احنا متحدثين فيه، انه معناته ممكن خلقه كيف تم عن طريق المسح، وهذا انا مبينه شوية في مقال في كتاب سياحة الفكر. اذن هو ممسوح، إذن هو وبالتالي ابن مريم، ابنها هي فعلا، عملية مسح بدون ذكر. إذا كان اليوم الناس الاستنساخ صاروا قادرين عليه، البشر بدون ذكر بشك قادرين عليه، ويبدو أنه في طريقة أرقى اللي هي المسح. هذا السبق أشرنا إليه وعطينا شوية تفصيلات في مسألة المسح اللي ممكن يكون حصل، لأنه
كما قلنا إذا هي بدها تغتسل ثم هو ملك. والعجيب إنه الناس بظل عندهم الحساسية، سبحان الله. يعني كثير مفسرين بيبتعد عن إنه يقولوا إنه النفخ حصل في الفرج، مع إنه القرآن نفسه واضح في الموضوع، أحصنت فرجها فنفخنا فيه. طب فيه بتتناقض مع فيها؟ لا، فيها إيه، لكن أين النفخ؟ الطاقة، هاي الطاقة اللي بجوز نفخت من أجل أن يكون في عملية إيش؟ مسح. واضح القرآن بيقول في أرجها، ليش إحنا مستحيين؟ ليش هو الملك له مشاعر البشر؟ ما هو ملوش مشاعر البشر الملك، إحنا مستحيين ليش؟ بشك أشياء عجيب، البشر بظلهم حساسين من جهة هذا الأمر. جايين 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 يا شيخ جايين. احنا قلنا انه كان في بشرة سابقة، وبالتالي ما فيش داعي نخلط بين القصتين. ما ورد في سورة آل عمران بينا انه يختلف عما ورد هون، لانهم كثير مفسرين بخلطوا وبتصوروهم قصة واحدة. لا، ما هيش قصة واحدة، قصتين. القصة الاولى كان فيها بشرة إلها، وبينا هاي بالتفصيل. وهنا لا، هون تمثل. اذن خليني أوقف شوي هون، أغطي شوية بعض أسئلة بعض الناس في موضوع. قلنا إنه هي يبدو إنها من نسل هارون، لأنه أم زكريا، عفوا، أم يحيى عليه السلام زوجة زكريا، وأنتم بتعرفوا إنه حسب الحديث الصحيح إنه عيسى عليه السلام وعيسى ويحيى ابني إيش؟ الخالة، إذا من جهة الأميات. وبالتالي طالما أنه في منصوص عندهم عند أهل الكتاب أنه زوجة زكريا عليه السلام كانت من نسل هارون، اللي هي زوجة عمران، يعني عفوا أختها زوجة عمران، إذا هي أم يحيى عليه السلام من نسل هارون. طب أختها اللي هي زوجة عمران بدها تكون من نسل هارون. بنصوا في الأناجيل على أنه المسيح من نسل داود، المسيح في الأناجيل. وسبق قلنا أنه الأناجيل قبل مجمع نيقيا سنة 325 ميلادي كانوا أكثر من 100 إنجيل، أكثر من 100 إنجيل. واجتمعوا القساوسة في قصة مشهورة واختاروا 4 من، وحرموا الباقي وحرقوا الباقي والتفاصيل. هذا بكروا فيه تمام هم. هذا واحد. فالأناجيل 4 الموجودة حاليا هم بيقولوا انه المسيح من نسل داود. طب ممتاز، كيف بينوا لنا؟ امه واضح انها من نسل هارون، كيف يعني مريم عليه السلام، كيف يعني هو من نسل داود؟ الان بتستغربوا انه هم عندهم انه مريم كانت مخطوبة لواحد اسمه يوسف النجار، وبقولوا ديروا بالكم، بقولوا انه كانوا العادات عندهم بخطب سنة بعدين بتزوج، يعني بعدين بدخل بخطب سنة خلص بتنحسب له. فكان وقتها إلها خطيبها بسموه رجل مريم هم اسمه يوسف النجار. طبعا هذا ممكن يكون على فكرة مخترع. ليش مخترع؟ مشان قضية هاي انه هذه العذراء اللي جاءت بولد، يعني مشان يبعدوا برضو عنها التهمة تماما. ما هو كان لها خطيب على أي حال، مش قضية، يعني ما فيش داعي يروح ذهننا لناس أبعد من خلاص في شهادة إنه هي عذراء وعندهم وعندنا هو من ال. طبعا هم بيقولوا إنها وجدت حبلة من الروح القدس، وجدت حبلة من الروح القدس، مقبول. كيف يعني حبلة من الروح القدس؟ مش هيك؟ طيب وإلها خطيب يعني محسوب عليه، خلاص انتهى. إلى درجة أنهم هم لما بدهم يذكروا نسب المسيح بيبدأوا بيوسف النجار. طب إيش دخل ويبدو قصة هاي أنه اليوم المرأة لما تتزوج تنتسب لمين؟ لزوجها، كأنه هذا أساسها. مش هيك؟ لأنه ما احنا بنأخذ من الجماعة
في عاداتنا وتقاليدنا. حتى النسوان عندنا اللي بتظل كلك المرأة أو المرأة بيقبلن إنه هاي الشغلة بيقبلوها إنه تنسب لزوجها. طب ليش تنسب لزوجها المرأة؟ هاي بيعدوهاش يعني إهدار لكرامتها، لأنها جايتنا من الغرب العادة، عشان جايتنا من الغرب فيش اعتراض عليها، تمام؟ تنسب لزوجها. المهم فهم الناس بين مريم لمين؟ لا يوسف. طيب ممتاز، وليش بدكم تنسبوا طيب المسيح ليوسف من جهة الأمة؟ هو ينسب للأب الواحد وما فيش أب، خلاص. يوسف، وفي إنجيلين بذكروا هذا النسب اللي هو بيبدأوا من يوسف، إنجيل بسموه متى الإنجيل الأول، والإنجيل الثالث اسمه لوقا. متى ولوقا الأول من أربعة، الأول ولا الأول فيهن، انتبهوا لدققوا معي الآن. طبعا هون لازم تعرفوا انهم هم بيعتبروا انه هذه الكتب معصومة من الخطأ، لانها يعني في اشراف رباني في الموضوع. طب بدنا نشوف الان انها معصومة من الخطأ، وهدول معصومين من الخطأ اللي بكاتبين الانجيل. ما هم على فكرة الانجيل برواية متى، الانجيل برواية ماركوس، الناس بيقولوا ماركوس اما ماركوس مش قضية، الإنجيل برواية لوقا، برواية يوحنا، رواياتهم. الآن مش موضوعنا هذا، بس بدنا نأخذ النسب الآن، لأنه في ناس قالوا طب ما هو المسيح من نسل داود على أساس إحنا كنا متحدثين. لا مش صحيح، ما هوش من نسل داود، إنما هم نسبوا لا يوسف النجار اللي هو من نسل داود، بقولوا هم لا يوسف النجار. طيب نيجي لمتى. متى بقول انه يوسف هذا ابوه اسمه يعقوب. لوقا بقول ابوه اسمه هالي. بس اثنين النسب على فكرة، واحد يوسف النجار شو اسم ابوه، هذا في متى اسم ابوه يعقوب، وفي لوقا شو اسم ابوه هالي. ما بدنا نفهم هو ابوه هالي ولا انا بحلها على فكرة اذا بدهم. كيف مرات الرجل بكون له اسمين، بيحصل ولا بيحصلش؟ صلاح الدين الأيوبي ويوسف ابن أيوب، بصير ولا بصيرش؟ ممكن، هاي حلنا لهم إياها، قولوا هذه خلصت ماشي. جزانا الله خير. طيب الآن لكن يا محترمين، لما بتيجوا بتمسكوا النسبين، بدي أمسك الآن من اثنين في الإنجيلين، من يوسف النجار لعند داود عليه السلام 14 اسم، كله تمام، كله تمام زي بعضه، كله تمام زي بعضه. 14 اسم من يوسف النجار لداود عليه السلام، تمام 14 اسم. بعدين لاحظوا شو بصير عند داود، واحد بيقول سليمان والثاني بيقول ناثان. ما هو سليمان كان له حسب ما بيقولوا هم ابن اسمه ناثان، وابن عفوا داود يعني داود عليه السلام في له ابن اسمه سليمان، وفي له ابن اسم ناثان، وفي ابناء تانيين كمان اسماء ثانيه. هلقيت هون عند داود شو بصير في انجيل من انجيل سليمان، في الانجيل الثاني شو بصير ناثان. خلاص اذا هالي هاي مش باقيه غلط، مش قصدي مش اسم لاثنين، هاي هالي لا قصدي اسمين لواحد، اسمين لواحد لا، لانه بدينا رحنا واحد في انجيل راح لنسل سليمان وانجيل راح لنسل مين. طب لما يوصلوا عند ابراهيم عليه السلام كم اسم بكون؟ عند متى بكون 40، وعند لوكا بكون اكثر من 55، اكثر من 55 يعني في فرقية 15-16 اسم بين لوكا ومتى. اذا هذه معناته هالي ويعقوب، لا مش اسم، لا مش اسمين لشخص واحد، لانه في عندنا اختلاف، نبدأ من عند ناثان ابن داود ولا من عند سليمان ابن داود، ومن هون ببدأ. وبتجد واحد فيهم 40 اسم عنده والثاني أكثر من 55. ليش بقول أكثر؟ لأنه في لها شغلة. ثم يتناقضوا في بعض النسل واحد منهم مع التوراة، مع العهد القديم، أو مع العهد القديم أو التوراة. إذن هم بيعرفوش، إذن هم بيعرفوش، إذن وين العصمة هاي؟ وين العصمة؟ وين العصمة اللي بتقولوها؟ بعدين لفت انتباهي، بدي تفتح ذهنكم، لفت انتباهي قضية مهمة في انجيل لوقا وهو يذكر النسب.
شو بقول؟ لوقا على فكرة متى بوقف عند إبراهيم عليه السلام؟ لوقا بيستمر لآدم. متى بوقف عند مين؟ إبراهيم. بعطيش بعد إبراهيم عليه السلام. لوقا بيستمر بعد إبراهيم بوصل لآدم. أنوش ابن شيث ابن آدم. هاي بيبدو بمين؟ يوسف ابن هالي. يوسف ابن هالي ابن 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 إبراهيم ابن داود بعدين ابن إبراهيم بعدين ابن أنوش ابن شيث شيث أو شيث مش قضية. لاحظوا ابن آدم ابن الله موجودة. ابن آدم إذن مش المسيح ابن الله هذا آدم. دققوا معي لأنه أنتم بتقولوا إنه ابن يوسف ابن هالي ابن 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 حتى نوصل آدم. إيش موجود؟ ابن الله. ها هذا كأنه كاينين على فكرة. اللي بنعرفش أبوه يعني اللي مش أبوه بشري شو بنسبوه؟ لله. فآدم هو أصلا ما هو ابن الله. يعني شو يعني ابن الله؟ من خلق الله يعني ملوش أبو. خلص لمين بدنا ننسبه إحنا؟ ملوش إذن المسألة مش مسألة البنوة المعهد. معناته أنتوا عم بتحرفوا معنى البنوة. هاي بتقولوا آدم ابن الله. إذا آدم ابن الله والمسيح ابن الله إذن كلنا ابن الله. وهم بيقولوا أصلا في دعائهم أبانا الذي في السماء. أبانا هيك بدعوا. هذا أشهر دعاء عندهم. كلهم بيقولوا أبانا. إذن معناته مفهوم الابن والأبوة كيف مفهوم الرب مثلا مرات تطلق على الخالق ومرات تطلق على السيد أو كذا. مش هيك الرب؟ ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي. فانتبهتوا؟ إذن ابن آدم لحظة ابن أنوش ابن شيث ابن آدم ابن الله. إذن معناته هاي قضية ابن الله ممكن يكون مرات استخدام. وطبعا كيف ترجموها عن اليونانية وشي هي في اليونانية. ومن هون بتدخل مسألة التحريفات في قضية البنوة. بنوة محبة ولا بنوة خلق ولا بنوة بيولوجيا؟ بشك هذه. والغريب انه يعني انتبهت لها انا من مدة سنة او تقريبا بس ما مش عم حدا بطرقها. طب ما هي موجودة. هي موجودة في انجيل لوقا. تمام. وان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. جميل. بدي أوقف فيكم شوي بهمش على محطة هون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هدول مثلهم زي بعض. خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والعجيب هون في إشي جميل في موضوع العدد. بس في طبعا مش أشرح الآن. في مفهوم العدد في إشي جميل. كيف التماثل بين آدم في العدد القرآني. تماثل بين آدم وعيسى. مثلا عيسى وارد في القرآن 25 مرة. آدم في القرآن 25 مرة. تمام. وفي القضية الفلانية وفي القضية الفلانية في تفاصيل لطيفة. مش هذا موقعه. هذه لكن هي معادلة جميلة جدا. إذا يعني بشوفوها أنا شارحها. شارح جزء منها. في اليوتيوب موجود في قضية ثلاث محاضرات حول الإعجاز العددي في القرآن الكريم. الإعجاز العددي في القرآن الكريم واحدة منهم في شرح هذه. إن مثل عيسى عند الله بتشوفوا التماثل. بس اللي بدي ألفت انتباهكم إله الآن هون. أنا سبق ذكرت لكم موضوع الجمل. الجمل وأنه العرب قبل الإسلام بأكثر من 1600 سنة كانوا بيعطوا كل حرف من حروف الأبجد هوز قيمة عددية. قيمة عددية. طيب الآن هذا سبق قلناه. خليني هون في الآية هاي. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال لاحظوا إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. أنا رسول وجاي بدي أهبك. وفي طبعا قراءة إنما أنا رسول ربك ليهب لك. لأن الواهب الحقيقي مين؟ خصوصا إنه هذا مجرد رسول. تمام. إذن ليهب لك. ليهب لك قراءتين.
يقرأهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لاحظوا، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه الآية في غيرها في القرآن، لحظة خلق عيسى عليه السلام جسد وروح، في غيرها ما فيش. وفي عنا في آل عمران إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، في موضوع خلقه. ثم قال وهاي اللحظة اللي تم فيها إيش؟ لأهب لك وهبها، إنما أنا رسول ربي لأهب لك. الجميل في الموضوع إنه هذه الآية ترتيبها في المصحف من بداية الفاتحة هي الآية 2269 ومن نهاية المصحف ترتيبها 6236 ناقص 2269، تمام؟ هذه الآية ترتيبها من بداية المصحف 2269، ترتيبها طبعا من نهاية المصحف نقص 6236 عدد الآيات ناقص 2269، بيطلع ترتيبها من هون وترتيبها من هون. شو رأيكم إنه المسيح عليه السلام ذكر في القرآن الكريم بالأسماء التالية: ابن مريم، ولما ضرب ابن مريم مثلا ابن مريم، ومرات المسيح لحالها، مرات عيسى لحالها، مرات المسيح ابن مريم، مرات عيسى ابن مريم، والمسيح عيسى ابن مريم، الاسم الثلاثي. أكم صيغة إذن في القرآن للمسيح؟ جمل هذول زي ما هم مكتوبات في المصحف، جمل هاي الصيغ 2269 اللي هو ترتيب الآية 2269. فإذا هذه الآية اللي وهب فيها كان ترتيبها في المصحف كم؟ أسماء الغلام الزكي، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. هذه الآية شو ترتيبها في المصحف؟ 2269، وهي جمل الصيغ الستة لاسم المسيح كما هي مذكورة في القرآن. طب من آخر المصحف 6236 ناقص 2269، هذا هو جمل. شو يعني جمل؟ يعني عوضه مكان كل حرف قيمته، الشيء اللي بدي اقراه. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. جمل الآية هاي من نهاية المصحف للآية هاي. وهو وين تقلكن أصلا؟ وين تقلكن في هذه الحادثة؟ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا كن، تمام؟ كان طبعا هذه بس تحريض لكم، ترجعوا للمحاضرة وتشوفوا التفصيل اللطيف في موضوع العدد، العدد القرآني، وإنه الجمل فعلا موجود له أسرار. الجمل موجود له أسرار، الجمل اللي اخترعوه العرب واللي كل الأمم أخذته من العرب، مش زي ما بعض الناس بتصور إنه مستورد، لا. ولذلك لما نزل القرآن كان القرآن كان لغة العرب، الجمل هذا من لغة العرب بلسان عربي مبين أصلا. طيب المهم مش موضوعنا العدد. فتمثل طيب الآن هي في هالوضعية هاي اللي انتوا عرفتوها، فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها، خلينا قبلها، فأرسلنا إليها روحنا. انتوا لاحظتوا التكريم؟ ما في عبادنا، مش هيك؟ روحنا، خلقنا، اللي هو مش قضية، كله ما هو منسوب إلى الله. فأرسلنا إليها روحنا. مين هو روحنا؟ الأرجح في التفسير إنه جبريل. طب ليش جبريل عليه السلام؟ لأنه هو أصلا ورد مثلا قل نزله روح القدس، مش هيك؟ قل نزله روح القدس، نزل به الروح الأمين، وصف الروح الأمين ووصف الروح القدس، تنزل الملائكة والروح فيها، والروح فيها. وعلى فكرة هون خلينا نوقف، مع أنه احنا تحدثنا في الروح طويلا، بس على ما يبدو أنه موضوع الروح، موضوع الروح اللي سبق وقلنا أنه في حياة وفي روح، من مظاهر الحياة النمو والتكاثر،
من مظاهر الحياة النمو والتكاثر. كيف تعرف انه هذا الجسد فيه حياة؟ بنمو بتكاثر. طب كيف تعرف انه في روح؟ ادراك وحركة ارادية. ادراك وحركة ارادية معناته في روح. طب والكائنات هاي الحصان والحمار والقطة فيها روح؟ طبعا. واحنا في لما بحثنا في اكثر من درس في موضوع الروح فصلنا في هذه المسألة طبعا. ولكن يبدو الارواح نفسها مستويات ودرجات، لذلك ارسلنا اليها روحنا تشريف هذا ولذلك هل هو جبريل عليه السلام ولا، انتبهوا الان، ولا في من اعظم خلق الله كائن هو ذاته الروح، هو الروح، ممكن يكون هو نفسه جبريل. لحظة، ممكن هو نفسه، لأنه كثير بذكر الله الملائكة والروح، الملائكة والروح، وإحنا بنعرف جبريل ملك، وبذكر بشيء تنزل الملائكة والروح فيها، يعني الروح جبريل ولا الروح هذا مخلوق، هو مخلوق أشرف مخلوق الروح. والآن بنشوف شو ممكن يكون وظيفته، يعني عالم الإدراك هذا، لأنه قلنا مظاهر الروح إيش أهمها؟ الإدراك. تصوروا تنزل الملائكة والروح هذا اللي هو عالم الإدراك الصافي اللي الله خالقه، مخلوق تمام. يوم يقوم الروح، لا مش هيك، لاحظوا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، يقوم الروح والملائكة صفا. جبريل ولا مخلوق هو الروح؟ الروح يعني كاملة، روح كله، بس روح. احنا مثلا جسد ونفس، النفس روح فيها بشكل روح تمام. لكن لاحظوا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا، روح، وخصوصا قلنا من مظاهر وجود الروح ايش؟ الادراك، عالم الادراك. وايش هذا العالم؟ ايش يسألونك عن الروح، كل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليلا. اذا عقلنا يبدو لحد الان وعلومنا ما بتوصل له. احنا يبدو نعرف قضية المادة هاي، والمادة قاعدين نبحث فيها، وكل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، بنقدر. لكن هذا الروح يبدو، وهي العلم اليوم متواضع، اليوم العلم متواضع، لا يستطيع ان يعلم ما هو الادراك. حتى الحياة مش عارفها، حتى ما هي الحياة سر والادراك سر، الحياة سر والادراك سر ثاني. والروح اذا بتلاحظوا الروح تبث في الاجسام الحية، اولا بتكون حية اولا ثم تبث فيها الروح. ومين اللي بيحضر الروح؟ ملك. فلذلك فأرسلنا إليها روحنا تشريف. إذن هذه الروح إيش الأساسية العظيمة؟ هذه الروح فتمثل لها هذا الروح، إذن هو خلق، فتمثل لها، إذن مش فتمثل، دققوا معي، مش فتمثل، فتمثل لها، إذن هي شافته، مش هو على الحقيقة صار بشر. ممكن كمان مرة، يعني هي رأت مثال البشر. طب هو خرج من الروح، هذا خرج من كينونته إلى الكينونة البشرية؟ الآية بتقول شيك، لو قال تمثل بشرا سويا أو تجسد بشرا سويا، لا، فتمثل لها، إلها هي. طب كيف بخليها تشوفه بشر سوي؟ الروح، لاحظوا، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. إذا معناته على فكرة هذا الروح، الخلق هذا منه النسمة اللي فيكم، منه يعني الله خالقه الروح، وهذا بيعطي منه. ليهب لك، لأنه المسألة منه هو. ليش؟ لأنه هيو ونفخت فيه منين النفخ بده يكون؟ روح نفخت فيه من روحي، فأرسلنا إليها روحانا. إذن هي منه، هذا الروح اللي نحن مش فاهمينها، من الخلق الأعظم اللي هو إيه؟ الروح، قد يكون جبريل أو غيره،
او غيره، دير بالكم ها، خلق الروح هذا عالم الادراك، عالم الادراك منه يرسل هو منه. واما انتو انتو كنه الملائكة بتأخذ منه وبتيجي بتنفخ، لانه يرسل الملك مش هيك، الملك بيجي بينفخ. منين جايبها الملك؟ جايبها من الروح، جايبها من الروح. انتبهتوا كيف؟ ايوه. اذا هو شيء من مخلوقات الله، ويبدو انه تتجلى فيه، لانه لاحظوا اعظم شيء هو اصلا. انتو شو ميزتكم اصلا؟ ميزتكم الادراك، انتو كبشر شو ميزتكم؟ الادراك. حتى باقي الكائنات الحية ميزتها وترتيبها حسب ادراكها. هذا عالم الادراك والعلم والتفاصيل هاي كلها اللي الله خالق هذا الكينونة اللي احنا مندريش. احنا بنعرف المادة، بنعرف المادة، اما هذه لا نعرفها حتى لحد الان. واحنا متأكدين من وجود الروح، ما بنعرف شيء، ما بنعرف شيء. ولذلك وصف بعض الناس انها جسم نوراني وروحاني وكذا كلام. شو جسم؟ شو جسم؟ هذا جسم في عالم المادة، هذا مش مادة، هذا خلق بس مش مادة. انتم متعودين على انه في خلق مادة، اما ذاك خلق اخر وهو عالم الادراك. والمادة اليوم احنا بنقيسها وتفاصيل وبنجري عليها ابحاث وكذا، اما الروح انسى انسى، ندريش. هذا اللي بحكي معكم مين؟ اللي بحكي معكم مين؟ مش عارفين. طب متأكدين اني بحكي معكم؟ اه بس مين؟ ما نعرفش، نعرفش شو هو هذا. تمام؟ طيب انتبهتوا؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فأرسلنا إليها روحنا. إذا منه، منه. إذا له دور هو، يعني هذا الخلق أعطيهم منه، بيجي بعطينا من أعطى آدم من مما أعطاه الله. ثم كل ما واحد فيكم بده ينولد قبل ما ينولد في مرحلة معينة حسب الأحاديث الصحيحة، بيأتي الملك ومعاه هذه الروح اللي منه، اللي منه تؤخذ منه. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل. إذن جاي يعطيها هو، بده يعطيها منه، منه بعمل رباني يعطيها منه روحنا. هاي تشريف على فكرة، تشريف، لأن الأرواح قلنا إيش؟ مراتب، الأرواح مراتب. تمام؟ وحتى أنتوا على فكرة، حتى أنتوا بعد ما الله يخلقكم وتتربوا في على الإسلام والتفاصيل، بتصير عالم النفوس عندكم عالم راقي، وفي ناس بتدلوا وبصيروا شياطين. إذن المسألة فيها ها؟ بس منتفيش الإدراك، بيظلوا إدراك إدراك وتفاصيل ها؟ لكن في النهاية بتخرج هذه الروح، بتخرج بصفة نفس خبيثة ولا طاهرة، تفاصيل تفاصيل مجهول. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، مش فتمثل لها. إذن هي شو شافته؟ بشرا سويا. الآن يجي بشر، الآن يجي بشر، بشر فيه مسألتين، مسألة الظهور، الظهور ثم الجمال، الحسن والجمال. إذن ليش سمي البشر بشر؟ هل كانت هذه بشرة ولا مش بشرة؟ لأنها هي الظاهرة من الجسد، البشرة بشرة لأنها ظاهرة من الجسد. ولما تستبشروا هيك وتضحكوا وتنبسطوا هذا نوع من الجمال. تمام؟ إذن البشر بشرة فيها المعنيين هذول، الظهور ثم الجمال والحسن والجمال، هذول قضيتين. إذن ليش مسميين إحنا بشر؟ لأن بين الكائنات كلها مين اللي ظاهر شأنه وشكله جميل؟ نحن البشر، مش هيك؟ ولذلك شو قال؟ فتمثل لها بشرا. إذن معناته في صورة جميلة جدا، ظاهر، ظهر لها، شوف تمثل وظهر في صورة جميلة. ما قالش ظهرها تمثل لها إنسانا، لأنه الآن بده يتكلم عن صورته. شو معناه سوي أصلا؟ سوي يعني تام الخلقة كبشر. تام شو معناه سوي؟ تام الخلقة كبشر، تام. ولما وصف بشر، لأنه كلنا البشر فيه معنى ظهور مع حسن وجمال، ظهور مع حسن وجمال، هذا البشر. وذلك القرآن مرات تجده بقول بشر، معناته شوف السياق،
سياق له علاقة بالظهور، له علاقة بالجمال والحسن. ومرات بيقول إنسان، يا أيها الإنسان، لما بيخاطبوا إنسان إيش يعني إنسان؟ طب نيجي لإنسان، ومرات بيقول ناس، نشوف شفنا بشر يعني شفناكم قصدي. طب نشوف إنسان، إنسان من الأنس، من الأنس. إيش الأنس؟ هذا المخلوق الله خالقه اجتماعي، يأنس بعضه إلى بعض، مش وحشة يعني، ضد الوحشة الأنس، ضد الوحشة. تمام؟ أو نقيض، نقول نقيض الوحشة الأنس. ولذلك الإنسان بيقولوا عنه كائن اجتماعي، مش بيقولوا الإنسان كائن اجتماعي؟ وين بيجد نفسه وذاته وراحته وأنسه؟ ولذلك إذن إذا قيل إنسان فهو من جهة الأنس والألفة والاجتماع، يعني كائن اجتماعي. وإذا قيل بشر من جهة خلقه، ظاهر وجميل وحسن المنظر، تمام؟ بالنسبة للكائنات إيش الأخرى؟ خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء. منيحة هاي، في أي صورة، إنه نفهمها. في ناس بعجبهم الشكلهم، طب ما الله ركبك هيك وخلص انتهى، أكيد إلى حكمة، ليش مش عاجبك؟ في أي صورة ما شاء ركبك، هو ركبك هيك، أنت مش راضي إنه هو ركبك. طب ما بجوز لو ركبك جميل جدا ورحت فيها مع الغانيات والتفاصيل من كثر ما كان بجوز، يا ما ناس هلكوا بجوز الآن في النار من هالشغلة هاي، بجوز يصير يلطم يوم القيامة يقول لو إني كنت أبشع واحد في العالم وعفين عني هالنسوان كان أحسن. فإذا أنتوا طالما خلقك مش في أي صورة ما شاء ركبك، خلاص إحنا قبلانين، قبلانين هو اللي ركبنا هيك خلاص. ما هو أصلا جيناتك من أيام، من قبل 5000 سنة، كيف بدك تمشي المسيرة عبين ما توصل هون، وجدك يتزوج مين وأبوك يتزوج مين وبعدين في الأخير وكذا وتركيبك وهالمسائل هاي. فبالتالي تعترض أنت على تركيب الله ركبك لصالحك ولا مش؟ انتبه للموضوع. إذن 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 هو بشر، فهمنا من أي جهة. إذن لما يقول لحظة، لما يقول بشر في القرآن معناته من جهة الظهور والحسن والجمال. طب والجهة الإنسان معناته من جهة كونه كائن اجتماعي، يأنس بعضه ببعض، نقيض الوحشة، تمام؟ طب وناس؟ عالسريع عالسريع. هو في كلمة إنسان، في كلمة إنسان من ضمن معانيها الظهور. ولذلك غالبا لاحظ إنس وجن، لأنه الجن خفي والإنس ظاهر. هو في بعض معاني الظهور في قضية أنس، أنسة بقى. ليش؟ لأنه أنت بتأنس أصلا، أنت بتأنس للإشي اللي القريب الظاهر إلك وبتعرفه، ولما إذا ما عرفتوش وأنكرته بصير في وحشة، إذا أنكرته بصير في وحشة. ما هو الأنس منين بيجي؟ الأنس منين بيجي على فكرة؟ الأنس حتى في الأفكار وغيرها، والأنس بالناس وين؟ بعد ما تعرفهم، بعد ما يظهروا لك مليح وتشعر انه في ألفة وتعرفه منيح. ودائما الغريب الناس ايش بيكونوا؟ الغريب الناس بيكونوا متخوفين منه. واذا بتلاحظوا اول ما تتعرفوا على بعض بتكونوا مش كثير في ألفة. وين بتكتمل الألفة؟ بعد المعرفة. وبالتالي من معاني الأنس فيه معنى الظهور على فكرة، من معاني الأنس فيه معنى الظهور. ومن هون اكثر القرآن ما يقابل الجن ايش؟ الإنس. ما يقابل الجن في الأغلى، أغلب مش الجنة الآن، مش الجنة، الجن يقابلها الإنس. طب الجن من جننة فيها معنى الاختفاء والاستتار، الجن فيها وسبق فصلنا فيها. إذن الجن فيه معنى جننة، الاجتنان فيه معنى وبالتالي في هذا العالم في زوج، في هذا العالم زوج ظاهر، ظاهر إلنا اللي هو إحنا، وزوج خفي اللي هو الجن. بس الجن يراكم، بالنسبة له بيأنس فيكم الجن على فكرة، بيأنس فيكم الجن، هو يراكم، تمام؟ فأنتوا إنس من جهتين، من جهة الإنس والإنس، وكمان الجن يبدو معني فينا كثير، تمام؟ هذا مش موضوعنا الآن. فإذا إنس وجن، إنس وجن، واضح يا بالنسبة للأخ اللي سأل؟
وضح الأمر؟ نعم. طيب نيجي الآن لناس، مش في عندنا بشر وفي عندنا إنسان وفي عندنا ناس. إيش الناس؟ الناس اختلفوا فيها أصلها. في ناس قالوا إنه ناس من ناس ينوسوا، يعني تحرك واضطرب، تحرك واضطرب لأنه متحرك رايح جاي كذا، تحرك واضطرب، فبسموه بيقولوا ناس ينوس، تمام، من الحركة والاضطراب. وفي ناس قالوا لا مش صحيح، وإنما هي أصلها أناس، أناس، ومن كثر استخدامها طارت الهمزة الأولى فصارت ناس. كمان مرة، هي أصلها أناس، والناس بيستثقلوا الهمزة بهذه الطريقة. لحظة، أناس أناس، ولما الناس بذكروا كثير بيخففوا مرات، بيحذفوا بعض فصارت ناس. فإذا بعضهم قال لا هي نفسها من الإنسان نفس، يعني أناس شو صارت ناس، أو من النوس اللي هي الحركة والاضطراب. هذا بالنسبة كيف؟ وأناسية كثيرة، نعم في القرآن وأناسية كثيرة. بس ديروا بالكم، أنا سبق أشرت إذا بتذكروا زمان إنه برضو يمكن تسمية الجن ناس، لكن بترد عليها الآية عند بعض أهل اللغة، لأنه في حديث بيقول ناس من الجن، في حديث بيقول ناس من الجن، ناس من الجن، معناته الجن فيها فيه نوع من الأنس ممكن، بس لبعضهم أكثر، وبيأنسوا إحنا، يعني بيأنسوا بعضهم وبيأنسونا، بس إحنا بنأنس بس الإنس، تمام؟ آه، فهنا ناس، إذا ورد حديث ناس من الجن، فممكن يكون ناس ينوسوا، على اعتبار الجن أكثر اضطراب وحركة، أكثر اضطراب وحركة، إذا ناس من الجن وارد حديث تعبير هذا ناس من الجن، بس الغريب ممكن يتعارض هذا أو يبدو متعارض مع قول من الجنة والناس، بس ممكن بعض الناس يجي يقول لك من الجنة والناس، يعني خصص ثم عمم، كمان مرة ممكن مش متعارض هذا، من الجنة، لاحظوا كيف بأشر، من الجنة والناس، والناس بشكل عام، تمام؟ آه طيب، إذا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها، إذا تمثل لها على فكرة مش هو تمثل، تمثل لها، إذا في منظارها هي بشرا سوية، إذا السوي إيش هو؟ التام، التام، تام الخلقة، فتمثل لها بشرا سوية. قالت، طبعا تفاجأت، تصوروا إذا كان الشيء اللي بنقترحه صحيح، أو بعض المفسرين إنه كانت في حالة اغتسال من الحيضة في بداية التبييض، واللي بينا فيما بعد كيف قضية المسح اللي في البويضة ممكن يكون حصل، وبالتالي هو ممسوح مسيح، وبالتالي ابن مريم طبعا بدها ترتعب ارتعاب شديد إذا كانت في حالة، بتخذ من أهل حجاب، هي حجاب مشان أهلها ما يشوفوش، يجي الغرب ورجل وتم الخلقة هيك شايفته، فتمثل لها بشرا سوية، لما تكون امرأة طاهرة شيء طبيعي. قالت إني أعوذ بالرحمن، بالرحمن منك، طبعا استعاذت بالرحمن اللي لأنه هو الموقف إيش بده إيش رحمة، إنه رحمة الله تتنزل عليها بشيك، فذكرت صفة، صفة الرحمن، هي بدها الله سبحانه وتعالى يرحمها في الموقف من شخص يبدو إنه بده يعتدي عليها وهي في حالة مثل ما وصفنا. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، وإن على فكرة مش زي إذا، إن في اللغة مش زي إذا، إن للتقليل وإذا مش للتقليل، كمان واضح لحظة. فبشكل عام وانتوا تدرسوا القرآن إذا قال إذا بتكون أكثر من إن، كمان مرة إذا قال إذا بتكون أكثر من إن، وإذا قال إن معناته أقل من إذا. يا مثلا إن امرأة خافت من من بعلها، إن امرأة إن خفتم أيفت، تقليل، لأنه الأصل لا، إن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، هذا الأكثر ولا الأقل؟ نشوز والإعراض الأقل. فدققوا في القرآن دائما في قضية إن وإذا، احتمالية حصولها أكبر إذا، بشك من إن، إن للتقليل. يا شيخ باسم، في أي الحرف
هات الآية. وقوموا لله، حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فرجالا، لا، فإن خفتم، لأن الخوف قليل، الخوف نادر بيحصل. فإن فإذا أمنتم، لأنه الأصل الأمن. إن خفتم بعدين إذا أمنتم، لا خلاص مش الحال. إذن هذه إذا طلقتم النساء فطلقوهن العدة، لاحظوا، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لأنه هذه الحالة الأقل، أنه الأكثر الطلاق بشكل عام أكثر من طلاق قبل المسيس، قبل المسيس مش هيك؟ الطلاق بشكل عام أكثر من الطلاق، يعني الآن في عالم الطلاق إذا طلقتم النساء، بعدين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، لأنه هذا جزئية من جزئيات حالات الطلاق اللي هي من قبل أن تمسوهن، جزئية من جزئيات إذا وإن. هذا دير بالكم بيساعد كثير في التفسير. نعم، بس قبل ما نبعد عن الرحمن، الرحمن نعم، هي يعني لما قال في أعوذ بالرحمن من، ليش انطبق هذا الاسم الرحمن من كل الأسماء؟ ليش يا شيخ باسم؟ نعم، الرحمن يجمع صفتين، الرحمن يجمع صفتين، الرحمة والشدة بنفس الوقت، الرحمة وشدة. لما قال إبراهيم لأبيه قال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من مين؟ من الرحمن. الرحمن، الرحمن شديد، يعني تختلف الرحمن عن الرحيم. ففي الرحمة، فهي في هذا الموقف بحاجة إلى صفتين، رحمة يرحمه ورحمة، وبرضه شدة من الله سبحانه وتعالى حتى يأتي. ماشي. ومنذكركم لما تحدثنا في قضية الرحمن علم القرآن، برضو من الفرق بين رحيم ورحمن، فعيل وفعلان. فعيل فيها ثبات، وفعلان فيها امتلاء. كيف عطشان مثلا وفرحان، عطشان وفرحان. إذن دائما هذا فعلان فيها معنى إيش؟ الامتلاء. فالرحمن من يمتلئ رحمة، رحمة كاملة. والرحيم صفة ثبوت في الشيء، لذلك يمكن يوصف فيها البشر، يمكن يوصف فيها البشر بأنه رحيم، بس ما يوصف البشر بأنه رحمن. ولذلك إذا بتلاحظوا هو هي الصفة، الصفة اللي 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 تيجي بعد الله كاسم، بعد الله. في ناس بأخذونا إنه منقول الله، الله كاسم، شو بيجي بعده الاسم الثاني على فكرة؟ لذلك تجدوا الصورة إيش؟ الرحمن. أعطوني صفة ثانية هيك بدت. الرحمن علم القرآن، خلق، والسورة شو اسمها؟ الرحمن. فهذا الاسم الثاني على فكرة بالضبط بعد الله، الله شو بيجي الاسم من أسماء الله الأبرز؟ الرحمن. الله الرحمن، الرحمن فعلان، فيها إيش؟ امتلاء، امتلاء، تمام. ورحيم فعيل، فيها ثبات، ثبات. طيب، يمكن أن نصف البشر رحيم، لكن لا يوصف إلا الله الممتلئ رحمة، بس الله سبحانه وتعالى. طبعا والعلماء لهم في المسألة تفريقات في موضوع رحمن ورحيم. احنا على فكرة لما للأسف لما اعطينا درس الرحمن علم القرآن، اعطينا درسين، في واحد منهم انشطب ما نزلش، والجزء الثاني هو اللي نزل، وكنا مفصلين في موضوع الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، لانه في تقريبا 10-12 درس، اكثر من هيك شوية صغيرة، وجدنا الأصوات فيها مش تمام وما نزلتش، يعني ما عدتش، بس انتوا حضرتوا بعضكم. طيب، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. شوف هاي دير بالك فيها استفزاز، لإيش؟ إن كنت تقيا، فيها استفزاز، هذا إذا عندك. هون نوع من الاستفزاز، إذا في عنده شوية تقوى، شوية كافية هالشوية هاي تمنعه من إنه يعتدي. أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أو بمعنى آخر أعوذ بالله منك إذا بتعرف الله، إذا بتعرف الله. بس هون مش إذا، إن. إذن أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، إذا في عندك تقوى. أسأل
إن كان فيك تقوى أنا بستعيذ بالرحمن إذا بتعرف الرحمن. شيك؟ كيف لما يقولوا أسألك بالله إذا بتعرف الله؟ بقولوها ولا بقولوهاش الناس؟ أسألك بالله إذا بتعرف الله. ها؟ لا لا، هي نوع من إيش؟ استفزاز اللي عنده التقوى. التقوى تذكيره بالتقوى اللي تقتضي إنه هو ما يكونش من أهل العدوان. قال إنما أنا رسول ربك، رسول. وهو دير بالكم الروح، يا إما جبريل أو هذا المخلوق الروح، أو إنه المخلوق الروح اللي كامل الروح هو جبريل. وإيش خصائص هذه القوة اللي بتكون مخلوقة روح؟ عالم الإدراك وعالم القوة وعالم علمه شديد القوة إلى آخره. أنتوا لاحظوا عندكم، لاحظوا عندكم، أنت في داخلك يبدو في طاقة هائلة. تصوروا لو إيدي أنا مثلا بقوة إيد الجرافة، بحتاجش أنا لقوة داخلية، الداخلية موجودة. دائما اللي بقصر فيكم هو جسدكم، بس أنتوا في داخلكم قوة دافعة، مش زي ما مش زي الأشياء اللي إحنا بنخترعها اليوم، قديش فيها كهرباء وقديش فيه دفع حتى يكون القدرة. لا، إحنا القدرة هائلة في داخلنا، بس المهم اللي بيعجز إيش؟ هذا. لذلك الولد الصغير بتجده برفعه، هو لو كبر شوي برفعها. الإشكالية وين تكمن؟ هون. لذلك تدرب رياضة، أنت تدرب رياضة بتجد حالك تصير أقوى. طب تغيرت أنت في عالم الروح؟ لا، أنت متغير في عالم الجسد. الجسد مش قادر يتفاعل مع الروح، ولا هو يبدو قوة هائلة، قوة هائلة هاي. بس إيش؟ أنت كل ما صعدت في قدراتك الجسدية خد منها، نعطي الدفع. بس إحنا اليوم الأجهزة اللي إحنا بنخترعها، لا، قديش جايها طاقة، قديش جايها طاقة. أما أنت الطاقة موجودة، طاقة موجودة، بس إيش؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك، وقلنا في قراءة إيش؟ ليهب لك غلاما زكيا. وسبق قلنا شو غلام؟ إيش طب زكي؟ الآن سبق قلنا إيش غلام؟ غلاما زكيا. شو هو الزكي؟ الزكي لاحظوا يعني بمعنى آخر خالص من أي شوائب تشوب، أي شوائب ممكن تشوب النفس، النفس البشرية، أي شوائب لما يكون مخلص منها، لأنه التزكية فيها إيش؟ التزكية فيها إيش؟ تخليص. تخليص من إيش؟ من شوائب ونقائص. فالنفس الزكية مالها؟ معناته المخلصة من أي شوائب ونواقص. فبالتالي هو بيكون إنسان كامل، كامل. لأهبك لك غلاما زكية. طبعا زكي، زكاء فيه معنى النماء، وفيه بس هون إذا إيش هو في الزكاء في حد ذاته؟ كيف بدنا نزكي النفس على فكرة؟ إيش تزكية النفس إذا بتلاحظوا؟ تزكية النفس تدريبها من أجل تخليصها من شوائب ومن النواقص ومن الخلل في الأخلاق أو في أو 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 مش بنسميها تزكية؟ إذا التزكية فيها تخليص، دير بالكم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. طيب شو تعمل كمان؟ تزكيهم، بتقيم عنهم مثلا عندك الشح. الشح هذا شائبة من الشوائب اللي بتشوب النفس، الشح والبخل. طب طبعا في فرق بين شح وبخل. الشح والبخل لما الزكاة شو بتعمل؟ من ضمن مثلا هاي تزكية، هاي واحد في طبعا تفاصيل ممكن داخل المال، المال دخله مثلا غش ولا كذا، يعني بعض الحرام وهو مش داري او داري. شو بيعمل؟ بيخلص المال. لحظه، اذا التزكية شو هي؟ تخليص، تخليص من شوائب. معناته الزاكية شو صارت؟ خالصة، خالصة تمام من كل شائبة. نكمل إن شاء الله، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.